الوزراء، لأنه من حقيقة من الأشخاص العزيزين علي ومن الناس اللي أسهموا في إسراع في عملية الإنهاء من نسميها الوعكة في هذا المشروع المميز. وفي نفس الوقت ودي حقيقة أشكر كل المشاركين سواء كان محافظ القاهرة أو معالي الوزير في تفاهمهم أثناء مراحل النقاش. ولكن كذلك يعني شيء جيد بأنه كل فترات النقاش كانت كلها فترات نقاش إيجابي، حصلنا على بعض الموافقات قبل الانتهاء حقيقة من الموافقة النهائية. لذلك ما شاء الله يعني المشروع حقيقة لم يتوقف، يعني العمل ماشي في المشروع، لأن في أعمال كبيرة في المشروع حصلنا على الموافقات أثناء عمليات النقاش. فصراحة كان جو إيجابي خلال كل الفترة، والحمد لله رب العالمين. نحن إيماننا بقوة الاقتصاد المصري والإدارة في مصر والوزارة ما شاء الله، والمحافظين المشاركين في عملنا نحن نتعامل معهم بصورة يومية شيء يشرف. وأملنا وإيماننا بالنمو المستمر في الاقتصاد المصري مثل ما قدم معالي الوزير، لأنه حتى لو نظرنا بالنمو الاقتصادي اللي نحن نشوفه في مصر مقارنة بكثير من الدول العظيمة اللي احنا نعمل فيها، حتى ما شاء الله ربنا يحمي مصر، يعني لا زالت وتيرة النمو مميزة، العائد على الاستثمار مميز.